أهلا بكم. شاركت مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسختها الرابعة بمدينة اسطنبول، وعقد الوفد المصري سلسلة لقاءات مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات في السوق المصرية، وذلك في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والأثاث والعقارات والمنتجات الصحية والمواد الغذائية. كما تم عقد اجتماع مع جمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار الصناعي بمصر في 152 فرصة استثمارية، من بينها إنتاج خام البوليستر والأدوية. وصل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى مدينة هانجشتو بالصين لبحث سبل التعاون مع مستثمرين ورجال أعمال في عدة مجالات من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة. وخلال الزيارة وقع جمال الدين مشروعات جديدة لإقامة مصانع للمنسوجات والملابس بغرب القنطرة الصناعية باستثمارات تزيد عن 100 مليون دولار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان صناعة البتروكيماويات في ظل التوجه نحو الطاقة الخضراء، سلط من خلاله الضوء على صناعة البتروكيماويات وخاصة الخضراء منها. وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى واقع وأفاق صناعة البتروكيماويات الخضراء في مصر، وأبرز المشروعات الكبرى في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العمل على تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.1 مليون طن متري من الكربون سنويا. تتوسع الدولة في إنشاء وتطوير الطرق، من بينها تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة. تستهدف تلك الطرق ربط الدائري مع الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية. بهدف تسهيل الحركة المرورية تتوسع الدولة في إنشاء وتطوير الطرق الدائرية، ومن بينها تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة بهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية كأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، وهو من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بين محافظة الجيزة. الطريق الدائري احنا بدأنا المرحلة الأولى بتاعته من عند تقاطع المريوطية مرورا بتقاطع الاتصالات، تقاطع الإسماعيلية مستورد الزراعي بطوله حوالي 76 كيلو، وده اتوسع من 3-4 حارة زيادة عن اللي كان موجود، بالإضافة للمطالع والمنازل بتاعته، في حاجات استحدثت، مطالع ومنازل استحدثت، بالإضافة لتأهيل المطالع والمنازل بتاعته. احنا واقفين دلوقتي في تقاطع مستورد، من التقاطعات المهمة جدا على الطريق الدائري في المسافة من السلام للزراعي. التقاطع ده من أهميته ربط الطريق الدائري مع طريق إسماعيلية الزراعي. التقاطع ده كان من أهميته ضمن مشروع التطوير والتوسعة، وسعنا الطريق نفسه عشان يوصل من 4 حارات في كل اتجاه ليصبح 7 حارات في كل اتجاه. دي من الحاجات الأساسية اللي كانت ضمن المشروع. مع انتهاء أعمال المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري، تتواصل أعمال المرحلة الثانية على قدم وساق، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، هذا إلى جانب تنفيذ الطريق الخدمي السطحي والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الداخل والخارج، ويضم منظومة نقل صديقة للبيئة. في إطار خطة الهيئة لتطوير التقاطعات المرورية الهامة على الطريق الدائري، احنا هنا النهاردة في تقاطع طريق اسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري. تم توسعة الطريق الرئيسي 3 حارات من كل اتجاه ليصبح 7 حارات مرورية من كل اتجاه، ده الطريق الدائري نفسه. مشروع التويز تردد السريع على الطريق الدائري هو أحد مشاريع النقل الجماعي الأخضر المستدام الجاري تنفيذها في القاهرة الكبرى. المشروع بيأتي ضمن خطة تطوير الطريق الدائري بالكامل. خطة التطوير للطريق الدائري كانت بتشمل على 6 مشروعات هدفها استيعاب الحركة المرورية وتنظيم الحركة المرورية.
عمل لا يتوقف في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع النقل بهدف رفع مستوى الخدمة لمستخدم الطرق إلى جانب استيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة واستهلاك الطاقة للمركبات تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى الإغلاق تداولات مستهلة عمليات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 32 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1,384 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 56 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGX 30 بنسبة 1.61% ليبلغ مستوى 20,324 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.22% ليبلغ مستوى 3,751 نقطة. وشمت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.68% ليبلغ مستوى 5,645 نقطة. تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 4% متأثرا بخسائر في قطاعات الطاقة والمالية وتكنولوجيا المعلومات. في المقابل واصل المؤشر القطري الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا بنسبة 1% بدعم من قطاعي الصناعة والطاقة. أظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7% من 2% في الشهر الماضي، وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع بنسبة 9.8% ما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%.